مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في المنطقة الواقعة بين ريف حماة الشرقي وريف إدلب الشرقي. أيضا تستمر المعارك بين قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي وبين تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة عقيربات، بعد أن أحكمت قوات النظام الحصار على هذه المناطق. هؤلاء النازحين الذين نراهم أمامنا الآن في هذه الصورة هم نازحين من نوع آخر، نزحوا سيرا على الأقدام، نزحوا في مناطق تحوي عدد كبير من حقول الألغام، قطعوا عشرات الكيلومترات حتى وصلوا إلى هذه المناطق. طبعا جل من أتى إلى هذه المنطقة هم من النساء والأطفال الصغار الذين نزحوا كما أسلفنا بين حقول الألغام هربا من موت الطيران السوري والطيران الروسي والمعارك التي تدور بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي. إذن كما نشاهد في الصورة وصلوا إلى هذه المنطقة الواقعة بين ريف حماة الشرقي وريف إدلب الشرقي، أيضا موجودين تحت الأشجار في هذه المنطقة. إذا مشاهدينا الكرام معنا أحد الواصلين من منطقة عقيربات. السلام عليكم. السلام عليكم. حجي تعلي صوتك شوي. حجي تحكي لنا عن رحلة النزوح اللي نزحتوها، كيف حتى وصلتوا لهون؟ والله رحلة النزوح مضينا شيء 10 أيام نص شهر 20 يوم بهالأرض الصحراء البرية، نازحين من طريق لطريق من وادي لوادي، التربان فوق منه، الظرف فوق منه، الجوع شيء مو بالعقول، مي ما فيه من جميع الجهات، يعني منكوتينك طلعنا بهدومنا اللابسين هذول، وهذول المهم منا من الناس اللي حكيتهم عطوناها هنا لبسناهم، يعني ما عندنا اي شيء. منطقة عقيربات تقريبا كم ضيعة؟ والله 72 ضيعة. 72 ضيعة. 72 هذا ريف حماة الشرقي بس من دون ريف حمص. نعم، تحكي لنا اخي عن الحصار ايش قدام كم؟ الحصار شيء مو معقول، شيء ما بتصور. مواد غذائية عدم، ما في عدم عدم عدم، يعني في ناس ماتت من العطش، ماتت من الجوع، يعني الناس مو كلها عندها، يعني اللي عنده حبة طحين بيكون هذا يعني مقوي لحاله شوي، ما في، كله جوع وعطش. طيب كيف الطريقة اللي حسيتوا تطلعوا فيها؟ طلعنا تقريبا تحت الموت، يعني الطيران عم يمشي بالجو ورصاص عم ينضرب علينا، وفي ناس ماتت على الطريق وليش شرناهم مشينا. الأعداد اللي طلعت والأعداد اللي بقيت شقد يعني؟ العدد اللي طلع ما طلع 10% من اللي ضل هناك تحت الحصار وتحت الموت. في تقريبا شي 5000 شخص هناك. وأكثر كمان. حضرتك كمان من عقيربات؟ نعم. نعم. طيب تحكينا عن الأوضاع الإنسانية هناك، أوضاع الأطفال، أوضاع النساء. أوضاع والله الوضع بشكل عام مأساوي جدا، مأساوي جدا، لا يكاد لا يوصف، الأحرف والكلمات لا تصف الواقع. لأنه واقع مأساوي جدا، والناس اللي ظلت ورانا يعني نسأل الله عز وجل إنه يفكر. ونناشد جميع المنظمات والدول الخارجية إنه
يعني يفكوا الحصار عنهم لأنه النظام ما عم يرضى يفتح الطريق منهم. بالنسبة للقصف اللي كان يصير، هل كان يستهدف تنظيم الدولة كما يقولون أم أنه كان، كيف كان الاستهداف؟ والله كان الاستهداف يعني بالبداية كان على الجميع، ما كان يوفروا أحد على الإطلاق يعني إيش، وبالأخير ما يعني كان الوضع مأساوي جدا. نعم. بالنسبة للقصف يعني ما كان يستثني لا. الأوضاع الطبية كيف كان؟ في مشافي ما في؟ لا 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 أبدا يعني ما في مشافي، صيدليات حتى المنطقة الصحراوية، صيدليات ما في، دواء ما في، اللي بده يمرض بده يموت ونتركه هو ورانا ومطاعين وينك ما تم تم ينزف له من ما يموت ونتركه مع حديد في النزاع. طيب شو حسنتوا بتطالعوا معاكم من ارزاقكم؟ ولا طلعنا ولا شيء، برواحنا جينا بثيابنا اللابسين بس. تحكي لي عن وضعكم الحالي بعد ما وصلتوا لهون، وشو هي اهم احتياجاتكم؟ وضعنا الحالي ما عندنا يعني تعرف اللي البيت جينا بثيابنا، انا عندي 7 بنات وعيلتي لك وين هاد يعني، عندي 7 بنات ما عندي ولا ولد، عندي ولد مش بالنظام وصار له شهرين ما عرف انه شيء، ما طلع معاي وين غير هدومي اللي لابسها، هاي من واحد عطاني اياها وهي من واحد عطاني اياها. هلا نحن اهم شيء، نحن مو مشكله، نحن وصلنا لبر الامان، اهم شيء اهلنا اللي ظلوا جوا، اهم شيء اهلنا اللي ظلوا جوا، نناشد جميع الناس، جميع الدول العربيه والجميع انه اهلنا اللي ظل جوا نحن يعني لازم يطلع. نساء في نساء ما معنا رجال. لا خليها لا تصوت. في نساء ما معنا رجال. الخيرية مو من تنظيم الدولة، تنظيم الدولة ما مسوي شيء. ما معنا رجال، في نساء تموا لحالهم يعني معرضات لأي شغلة كانت. تنظيم الدولة هم خايفين على النساء. خايفين من الخيرية بس. ناخذ صورة هاي. السلام عليكم. سلامات. كيفك خالي؟ الله يسلمك. خالي تحكي لنا عن اوضاعكم كيف كانت داخل الحصار؟ ملقوحين بوادي العزيب، لا ميه لا اكل لا شيء، صار لنا 12 يوم واحنا بهالمرغلانه، دمعه مي نشرب ما لقينا. ايوه. نعم. وطلعنا بهدومنا نركض غير الهدوم اللي لابسينها على ظهورنا. هاي طلعنا بيها. نعم. كيف استطعت الخروج انت ومين كان معاك من الاطفال من الرجال يعني من عائلتك؟ 4-5 ولاد يتامى وبنيتين صغار. نعم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله يوم يجينا نزحف زحف مع هالوديع ونركض، لا طلعنا برواحنا، دشرنا بشوشنا، دشرنا دورنا، دشرنا رزقنا، واهم شيء اهلنا اللي ظلوا. اهم شيء انه طلعنا طبعا. مشاهدينا الكرام معنا ايضا أحد أهالي هذه القرية الموجودين حاليا نحن فيها والذين وصلوا إليها النازحين مؤخرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي تحكي لنا عن أوضاعهم، كيف لقيتوها؟ شو احتياجاتهم؟ شو حسيتوا تلبوا منها؟ كيف كان الوضع؟ أخي والله كبداية سمعنا صباحا أنه قاطعة نساء وأطفال، يعني أكثرية الناس اللي قاطعة، فشفنا الناس اللي عندها سيارات وعندها عمل خير توجهت للمكان، جابت بما يقارب شي 200 امرأة مع أطفالهم. طبعا الرجال لم يأتي بالبداية لأنه كانوا محجوزين. وصلوا إلى هنا، غسلنا هذه المجنة، استقبلناهم بما نستطيع من به يعني. شباب عشيرة الطوقان لموا ما يعني يستطيعون من القرى المجاورة كبطانيات وحرامات وغذاء مؤقت لبينما وصلت المنظمات. وصلت المنظمات الآن تقدم لهم ما يحتاجون، ولكن يعني كما حدثونا أنه الأهم الناس المحاصرة، لأنه الأطفال اللي جت مريضة يعني وضعها يرثى لها، دواء ما في، مي في يعني آبار مجمعة الوديان عم يشربوا منه، يعني وضع مأساوي يا أخي والله لا يوصف. شكرا لك أخي. إذن مشاهدينا الكرام كما نشاهد في هذه الصورة تجمع للنازحين الواصلين من منطقة عقربات المحاصرة من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي، وصلوا إلى هذه المنطقة. جل الوافدين هم من النساء والأطفال، هناك عدد قليل من الرجال أيضا هم من كبار السن تحديدا.